الله فسوى بقدرته وقدر فهدى بمقتضى حكمته ورحمته واصطفى بفضله أوقاتا وأمكنة وأجناسا على أوقات وأماكن وأجناس وأنواع وأمد الأفضل والفاضل والمفضول بمدده واختص لواسع علمه آدم وذريته خليفة على أرضه وأمدهم بالإرادة ووسائل الإدراك السمع والبصر والأفئدة لعلهم يتقون وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه لعلهم يشكرون وأتم عليهم نعمته بوحي السماء وخبر الأنبياء لعلهم يذكرون وأسبل المنة بالرحمة المهداة خاتمة الأنبياء والرسل لعلهم يرشدون والصلاة والسلام على المزكى في الأرض والسماء والمطهر من كل الأدواء وعلى الآل والصحب والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معشر المسلمين فإن الله هو الغني ونحن الفقراء
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين كما شرعه ربنا في كتابه وما نرى من مواسم الخير كالجمع والأعياد والحج ورمضان وسواها من شعائر الدين وأحكامه إنما هو لتطهير الإنسان وتزكيته وبناء شخصيته التي لا يستطيع بناءها على الوجه الأمثل إلا بارئها ومولاها وما سوى ذلك من نظريات قلقة وأطروحات مضطربة فتشويش على المنهج الرباني في بناء الإنسان وتزكيته يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك ذلك أن الكائن البشري من بين سائر الكائنات والموجودات مركب تركيبا عجيبا ومصنوع صنعا غريبا مؤهل لإعمار الدارين وصالح للعالمين الدنيا والآخرة إذ عالم الأحياء على أنواع ثلاثة نوع لدار الدنيا خاصة وهي الحيوان وآخر للدار الآخرة وذلك الملأ الأعلى والثالث لهما معا وهو الإنسان فهو واسطة بين جوهرين وضيع وهو الحيوان ورفيع وهو الملائكة فجمع الله فيه القوتين وأمده سبحانه بالخصلتين صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ومن هنا ندرك أن كل النظريات التي تركز على الجانب الوضيع في الإنسان والشق المادي في البشر مهملة جزءه الرفيع هي نظريات غير مكتملة وتحليلات غير دقيقة تزيغ بالكائن البشري عن غايته في الوجود ومهمته على هذه الأرض وكذلك من أراده للآخرة دون الدنيا فقد أهمل شق العمارة والإعمار والخلافة والاستخلاف والأمانة والاستئمان إنه كائن دنيوي وأخروي فينبغي أن تراعى فيه المهمتان وتلحظ فيه الخصلتان تماما كما قال آل قارون لقارون وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وذلك ما يعمل عليه الدين الحنيف في العبادات والمعاملات والسلوك والقيم تعاليم شرعية تأخذ بالإنسان إلى التوازن والاتزان والمزاوجة بين الدارين الدنيا والآخرة تعاليم ترى فيه أنه كائن له قابلية واستعداد هائل ليكون ماديا محضا كما له ذات الاستعداد في الاتجاه المقابل فتأخذ به إلى الوسط بينهما دون إفراط أو تفريط كيما تحد من قابليته للمادية المحضة التي تنعدم فيها القيم وتضمحل فيها الأخلاق فينطلق الإنسان المادي لا ضوابط له ولا زواجر وذلك ما يخبرنا به القرآن إذ يحدثنا عن نوازع الإنسان الخطيرة التي تعرض له في هذه الحياة من خلال مرضين اثنين وعلتين أساسيتين مرض الشبهات ومرض الشهوات فالأول داء يعرض للقلوب فيعمرها شكوكا لا نهاية لها شكوك في الخلق وخالقه في الوجود وغايته في الإنسان ومهمته في الوحي وتشريعه في النبوات وتعاليمها ولا يزال به المرض حتى يرتاب في التاريخ وأحداثه والدول وثقافاتها والأمم وحضاراتها فيهوي به مرض الشك حفيفا في مستنقع العدمية والإنكار قال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما الثاني فمرض الشهوة الذي يمرغ صاحبه في التراب ويدفنه في أوحال المادة من خلال الشره التام واللهف المبالغ فيه حول المأكل والمشرب، المسكن والملبس، المركب والمنكح، المال والبنون والبنين، التملك والاستواء والاستيلاء، وسواها من شهوات الحياة وملذاتها التي لا تزال به حتى ترمي به في أحضان الموبقات والإدمان المؤدي إلى تفكك أسري ومجتمعي وفساد أخلاقي قيمي وتوحش ثقافي حضاري وفساد كوني بيئي. على أن الشهوات لا بد منها لبقاء النوع الإنساني وغاية إعمار الأرض والاستخلاف فيها، لكن ما المعيب أن يصير ذلك مرضا فتاكا يعصف بأموال الناس وأعراضهم ودمائهم. وقد أشار القرآن الكريم إلى شيء من هذه الأعراض، فقال سبحانه: وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان قتورا إن الإنسان لربه لكنود. وسواها مما أشار إليه القرآن من الأعراض، إنه تشخيص قرآني دقيق للأعراض التي يمكن تلخيصها في كلمة واحدة هي الهوى، المفضية إلى الفساد والإفساد، مصداقا لقوله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معشر المسلمين، إن الخير أصيل في الإنسان، أما الشر فدخيل عارض يعرض من خلال الشهوات والشبهات، ولذلك كان علاجه بالقرآن من خلال عنصرين هامين: الأول الإيمان القوي اليقيني المضاد الحيوي لكل أعراض الشكوك في الوجود وموجده والدين وغايته والإنسان ومهمته والكون ومكونه والنبوات ورسالاتها. وفي حديث جبريل: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. أركان ستة لها علاقة وطيدة بالوجود والنظر فيه، ومن خلالها يعيش الإنسان الراحة النفسية والهناء الفكري والانتماء الوجودي وتمام الرضا عن الذات والمجتمع والوجود، تماما كقول نبي الله عليه السلام: اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. وبه يصير منسجما مع الكون ومحيطه الساجد لله المسبح بحمده. قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. والثاني العمل الصالح، وهو المضمار الفسيح والعمل الواسع الذي يملأ فراغ الفرد والمجتمع في كل ما هو خير، شاملا كل مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية، السياسية والقانونية، الصحية والتربوية، وسواها من المجالات التي ينبغي أن تعمر بالخير وتملأ بالصلاح. وفي ذلك سعادة للفرد والمجتمع ونماء للأمم والأوطان وصناعة للحضارة، ليأتي الترغيب في الجنة والترهيب من النار حافزا قويا على امتثال كل خير وزاجرا رقيبا على اجتناب كل شر. فهذا غاية ما يدعو إليه الدين الحنيف، يقود الإنسان من خلال أحكامه برفق إلى تهذيب طباعه وترشيد طاقته وضبط نوازعه وتنقية سلوكه من كل ما يكدر حياة الأفراد والمجتمعات من الضغائن والأحقاد والحسد والبغضاء والتبذير والإسراف وسواها من القيم الفتاكة. ثم
ثم يدعوه بكل يسر ولين إلى تنمية نوازع الخير المتأصلة فيه كالقصد والاقتصاد والحب والإخاء والصدق والوفاء والأمن والأمان والعدل والمساواة وسواها من القيم النبيلة الملخصة في كلمتي الصلاح والإصلاح. فبالإيمان والعمل الصالح ينال الإنسان الحياة الطيبة الموعودة في قوله سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وبالإيمان والعمل الصالح أيضا ينال الفوز في الدار الآخرة المبشر به في قوله سبحانه: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. وبهذا التوازن الرهيب بين الدارين والمرحلتين والحياتين يعيش الإنسان في وئام تام بين المادة والروح، بين الإيمان والعمل الصالح، بين عالمي الدنيا والآخرة، مطمئن النفس مرتاح البال، غير سابح ضد تيار الكون برمته، ولا معاكس للخلق وخالقه. وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معشر المسلمين، إن الدين والتدين شفاء للأفراد والمجتمعات من كل أدوائها، وحماية للإنسان من نفسه وأخيه الإنسان، وإمداد له بالطاقة الإيجابية، وانسجام له مع الكون بمجراته وشموسه وكواكبه وسائر أجرامه، وتمتين لصلات التآخي والتراحم والتضامن، وتقوية للمجتمعات على العمل الصالح والإنتاج المثمر. فليحرص المسلم على فهم دينه فهما دقيقا عميقا من خلال الاتصال الدائم بكتاب ربه وسنة نبيه، وليقبل بكل محبة وصدق واقتناع على تعاليم دينه من صلاة وصيام وحج وزكاة وجمع وأعياد وغيرها من الشعائر والأحكام، فإنها خير كلها وفلاح، وبركة كلها وفلاح، وبها نتجنب الضياع والنشاز عن الكون، ومن خلالها نعيش الانسجام والتوازن فنحيا الحياة الطيبة في العالمين. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد إلا له، والصلاة والسلام على الشفيع المشفع صاحب الرسالة وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بالخلال الكريمة إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المسلمين، فإن أسرار هذا الدين وأحكامه لا تنتهي، وإن آثاره الطيبة على الفرد والمجتمع كثيرة وفيرة. فإذا كان الصيام دورة تدريبية ومدرسة تربوية، فإن عيد الفطر رمز للصلة والتواصل والعفو والتسامح بين الأفراد والأسر والمجتمعات، صيانة للأسرة من داء التفكك وتمتينا للحمتها، وإشارة إلى أهميتها في بناء الأوطان والأمم. أما زكاة الفطر فدرس اجتماعي تضامني وتمرين سنوي في الجود والكرم والنفع والإنتاج، يسهم في ذلك الصغير والكبير والمرأة والرجل تدريبا للكل على خلق الإيثار وخصال التضامن والإخاء وخلال التراحم والعطاء.
قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأمتنا لن تزال بخير ما حرصت على قيم التكافل والتضامن الذي يغذي الأخوة والتلاحم، فيرحم قويها ضعيفها ويوقر صغيرها كبيرها. قال صلى الله عليه وسلم: ابغوني في الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. وصلوا وسلموا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وانصر اللهم من استرعيته أمر بلادك وبسط يده الشريفة في أرضك وبلادك، عبدك الخاضع لجلالك المتواضع لعزك وسلطانك، ملكنا ومولانا محمد السادس. فاللهم انصره نصرا تعز به الدين وتجمع به كلمة المسلمين، وأعد عليه أمثال أمثال هذه الأعياد وهو في عز مكين ونصر مبين وستر متين. واحفظه اللهم في ولي عهده الأمير مولاي الحسن وصنوه الأمير مولى الرشيد وفي سائر أفراد أسرته يا رب العالمين. وأمطر اللهم شآبيب الرحمة والرضوان على فقيدي العروبة والإسلام، جلالة الملك الحسن الثاني وجلالة الملك محمد الخامس، فاللهم طيب ثراهما وأكرم مثواهما. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مستقرا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان والسلامة والإسلام، ووفق اللهم جميع المسؤولين لما فيه خير البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، واجعل عيدنا عيدا للتواصل والتزاور والتسامح والإخاء والتضامن والوفاء. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. فات الوالد والشيخ محسن وفات المسلمين اجمعين. اللهم الله ورحمه سيدنا عمران، اللهم وفقه الخير وعماله، اللهم اهديه وعلى يديه، اللهم اصلح في البلاد والعباد، اللهم اعز المسلمين، اللهم خلاهم فاتقا نصيرا، اللهم احفظهم ولعلي الحسن وفي شقيقهم ولرد الحسن وقدرته يا رب العالمين. ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اصل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبيه وأمه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.